تدوزوا معنا اسقسه مباركي واسقسه مينو، وكنتمنى هذا العام ان شاء الله يدخل على الامازيغ والعرب في مكانه بصحه وسلامه ولهنا وكل ما كيتمنوا ان شاء الله، وعلى سيدنا وعلى الاسره العلويه كامله. ومرحبا بكم، كنتمنى تقبلوا على القصيعه ديال الامازيغ. انا سميتي فاطمه السكني وعندي القناه مولات الديسير، واليوم درنا داكشي التقليدي ديال اسكوسا ماينو، درنا قصعه ديال الطعام كما كيديروا الناس وبلوزيعه. حنا كنوزعوا زعما، راه كناكلوا اللحم ماشي ما كناكلوش، ولكن هذا النهار هذا كيبقى اللوزيعه كنوزعوا، كيجي الدجاج كيجي بيبي كتوزع من الجزار كتجيب زعما هذيك هي اللوزيعه، فهمتي؟ هي الوزيعه اليوم هو زعما اللي كيوزعوا فيه شحال هذه، ما كانش اللحومات وما كانش، حتى اليوم كيجيبوا الوزيعه كيذبحوا الذبيحه اولا كيجيبوا في الروجه اولا كيجيبوا بيبي كيذبحوه كيديروا ديك الوزيعه كيديروا عليه داك الكسكسو. داك الكسكسو شنو كنديروا فيه؟ كنديروا فيه الخضره كامله سوى اللفت، اللفت ما كنديروهاش. قالك اسيدي اللفت كدير الفيران. كتكثر الفيران، كيكثر داك العنب بالفيران، الفيران كياكلهم الزراع وكياكلهم داكشي العلف وداكشي، علاش ما كيديروش اللفت؟ وما كيديروش البزار، علاش ما كيديروش البزار؟ باش ما يجيش العام حار، كيجي العام زوين وحلو. علاش كيديروا دابا راه زادو كيديروا هاد الحلاوي وهاد التخربيق هذا؟ باش كي قالك العام كيكون حلو على المسلمين وعلى او القرقاع وكلشي هادشي، تيكون العام زوين وحلو غزال بحال هاد الحلاوي. ايوا هادشي اللي لا كان ايوا كنضحكوا بيناتنا العائله الدراري ايوا صافي، ما حيدوس ما كاينش حيدوس، لا لا ما كيديروش حيدوس، ايوا غير شويه كضحك وتنشط مع الدراري مع الوليدات والوجوه اللي جاب الله، ايوا هادشي اللي كاين اللي مخاصم كنصالحوه واللي كيضحك، ايوا هادشي اللي كاين. الان كنرجعوها للراجل اللي غضبنا غنردوا من طبيعه الحال، واش غنخليو الراجل يقص بلا سكوسه ماينو بلا القصعة الطعام؟ ما تمكنش. ايوا هاد المناسبه كنقول للمغاربه والعرب والعرب وامازيغين كلهم كيعرفوا هاد القصعه اليوم كدار ديال سكوسه ماينو، كلشي كيديرها، ما كاينش شي دار اللي تدخلها في هاد النهار هذا ما تلقاش الطعام، ما تلقاش هاد القصعه ديالها. بالنسبه للاطلس ماشي صحاب برا، التقاليد ديال سوس بوحدهم. المهم صحاب الاطلس امازيغي، هاد القصعه ما كايناش شي دار اللي كتخطى هاد القصعه هاد النهار هذا، هاد النهار كلشي داير الكسكسو، كلشي كلشي كيضحك ويلعب مع ولادو، وهذا الشيء اللي كنتمناو الناس، كنتمنى الله يدخل عليهم هذا العام بخير وعلى خير هذا سكوسه ماينو، كنتمناه للناس كاملين لا الداخل ولا الخارج ولا سكوسه ماينو. لا تنتهدو ما نقلاش هو مغربي، ما نقلاش هو نسلم قاحه من كنيه، لا تنتهدو تزرفتها وسيدنا الاسره العلويه كامله، كنتمناو لهم التوفيق، وكنتمنى نتمنى يجي بخير وعلى خير نهني دوارا ونسن المسلمين جميعا، ونتمنى تزرفتها في التاج ميدان، ما نقلاش هو مغربي كل، نتمنى تزرفتها هذا سنتي عجيب، اني قلاش هو مغربي كلشي اللي تكا تزرفت تمتا، اني قلاش هو مازيغ، اني قلاش تكا تزرفت تمتا دنيا وفي التاج، سوفو اللوس نغت بيبي نغت سوكسوم نغت اي نادي وي ربي بنادم ورد يتكلى فيه خفنس نادي وي ربي الذي تلاتي تشارد ميدن دوارا ونسي تشارد دود ماون اخن كنين يا تزرفت ونعوير خفي سود ماون اتندان غورخ مرحبا نسن ميات مرحبا ايوا لاس نتمنى خاطرني يعجبو يا نان ياسا. السلام عليكم، معكم سكينة من سيدي عدي من الاطلس المتوسط، من القلب الاطلس المتوسط. اليوم عندنا اسكاس امينو ولا اسكاس مباركي كيف ما كيقولوا خوتنا سواسه، ومرحبا بكم ومرحبا بشوف تي في عندنا اليوم. احنا ما كناش عوالين عليكم، ولكن مزيان ملي جيتوا تشاركوا معنا هذه القصيعه ديال الكسكسو، وكنبغي نبارك اسكاس امينو لجميع المغاربه ولسيدنا والاسره العلويه، والله يطول لينا في عمره والله يشافيه يا ربي، وكنتمنى لكم الصحه والسلامه وطولة العمر لجميع المغاربه والمسلمين في مكانه. وكيف ما قلنا احنا في الاطلس المتوسط كنحتفلوا باسكاس امينو، كنديروا قصعه ديال الكسكسو، يعني احنا مختلفين على المناطق بزاف بحال سوس بحال الريف بحال كل واحد كيف ما كيفاش كيحتفل، احنا كنحتفلوا بكسكسو وكيف ما او كنلبسوا اللباس الامازيغي، وانا حاولت ندير له شام بحال الناس ديال شحال هادي، وعندنا السبنيه ديال الناس القدام، واخا انا ما لبستش اللباس التقليدي كله، ولكن هادشي هو اللي عندي في الدار، حاولت نلبسو باش نبان امازيغيه، وكنتمنى يعجبكم اللباس الامازيغي. وكيف ما قالت لكم ماما
يعني حنا ديما كنحتفلوا به كنحتفلوا، وديما كتقول لينا حتى زعما مع الوقت تحتفلوا به مع ولادكم ومع احبابكم ومع، يعني حنا هاد العاده ما كنقطعوهاش، يعني كنبقاو كل عام اللي جا كنحتفلوا به. ومرحبا بكم، وكنتمنى تقبلوا على القصيعه ديالنا، وشكرا لكم بزاف. كنقول لكم اسكا سمينو وبصحة وسلامة، وكنتمنى يدخل لكم بصحة وسلامة فين ما كنتو بطولة عمركم وعمرت وليداتكم، وشكرا لكم بزاف. حنا راه كنديروا العظم واحد العظيم ديال التمر كنديروا فوسط الكسكسو، واللي لقاه اللي لقى داك العظم كناكلو كناكلو، اللي لقى العظم هو اللي كنعطيو له، اللي كيعطيو له في زمان ماشي انا في زمان زمان، وما دابا مابقاش الخزين، كنعطيو له الساروت ديال الدار اللي فيها الخزين، المثال فيها الزرع فيها القمح فيها اي حاجه، السمن اي حاجه كاينه تما، السميده اي حاجه كاينه في ديك الدار او واخا يكون صغير، اللي لقى هذاك العظم هو مول الساروت ديال ديك الدار ديال الخزين، هو زهري العام، زهري العام، زهري على ديك الدار. اللي لقى العظم كيما بغى يكون صغير كبير، كنعطيو ديك الساروت هو اللي كيحكم على الدار كامله. واش كنديروا اللي لقى انا كلو غنخطفوا على القصعه، شكون اللي غيلقى العظم؟ ايوا ضرب ونضرب. اللي لقى العظم دابا نعطيوه حتى هو يولي يحكم في الدار، حيت ما عندناش ديك الدار ديال الخزين، ما كاينش. يحكم علينا هو، يعطيو قصرف علينا مصروف، يبقى يصرف علينا. ايوا هادشي اللي كاين، وكنتمنى هادشي يعجبكم اللي درنا، هادشي غير بسيط، غير حنا البساطه ماشي ناس، حنا ناس دراوش، هادشي اللي كاين.